مشروع الوفاء من أجل شباب ذوي احتياجات خاصة هو دمج الفئات الشبابية من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرنائهم وعمل فريق عمل واحد بخرطهم بالمجتمع وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وتمكين المهارات الحياتية الأساسية لهم. لما يكون شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة كان طول عمره مهمش، اليوم بحقق نجاح. أنا يعني بحس إنه هذا الشاب أثر على المجتمع وكسب ثقة مجتمعية عالية. بحب دائما إني أحس حالي موجود، لأنه إذا أنا موجود إذا أنا قادر على العطاء وقادر على ابتكار الفكرة الجديدة. أنا بطبيعتي بحب دائما أخرج عن المألوف بأفكاري وانجحها، وهذا تحدي بشكل لي إنه دائما يحفزني إني أضلني شغال وهيك وبحركة مستمرة.